اسمع مني يا بابا، مش هنخسر حاجة، طب ما نوديها للشيخ. بس مفيش بس يا بابا، لازم نلاقي حل. طب وهنجيب الشيخ ده منين؟ إيه؟ Rokita kalafo kofi فرخة وديك بالعيش أغمس وديك سك 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 بالليمون اطلع برا يا مجنون سك سك. لا شابوه شابوه بجد شابوه. الصاحب اللي يقلك فكك منه وينساك. ايه يا بابا احنا نفضل ساكتين كده؟ مفيش حاجة في ايدينا نعملها يا ابني. الموضوع خرج عن حده. فعلا الموضوع خرج عن حده. لكن اخر مرة كانت هتديني بالكوباية علشان كانوا بيتنادوا عليا وانا مش سامحها. كل ما بتشوف وشي بتقعد تشخط فيا. هو ده حاجة يا ابني؟ انا اخر مرة كنت باكل مانجا وقعت على التيشيرت. قلعتهولي وولعت فيه. لازم تشوف لنا حل. طب هعمل ايه يا ابني؟ الموضوع خرج عن السيطرة. طب ما نوديها تتعالج. تتعالج؟ امك مش عيانة. لا 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 لا. طب ما نوديها للشيخ. شيخ؟ ويعمل الشيخ؟ يطلع لها العفريت. عفريت؟ عفريت ايه يا ابني؟ فعلا يا بابا، على طول بتقول لي ما تطلعش العفريت اللي جواه. لا يا ابني مش للدرجة دي. لا لا اسمع مني يا بابا، مش هنخسر حاجة. يلا نتصرف قبل ما تاكلنا. تاكلنا ايه؟ ما تحترم نفسك. ايوه يا بابا، على طول بتقول لما نفسك بدل ما امك لك. بس مفيش بس يا بابا، لازم نلاقي حل. طب وهنجيب الشيخ ده منين؟ إيه؟ سيب الموضوع ده عليا. خلاص يا بابا، بكره الساعه 10. خلاص ايه والساعه 10 ايه؟ طلبت الشيخ دليفري. دليفري؟ الساعة كم يا زياد؟ الساعة 10 إلا 5 يا بابا. الساعة كم يا عيال؟ الساعة 10. ما اتأخر ليه؟ أهو جه. بص بقى يا شيخ، انا مش شيخ، انا اسمي مدحت وبيدلعوني يقولوا لي يا وائل. وائل ثانيا ما تقطعنيش، انا عارف انت عايز ايه. وانت عرفت ازاي؟ مش ساحر يا ابني. ندخل في الموضوع عشان عندي زبون دخلته النهاردة. طب هو عايزك فيه العريس؟ عنده توتر وصبعه الصغير قفش مع صبعه الكبير وركبه في بعض. صبعه؟ وهتعمل له في صبعه؟ هرضيهم على بعض وارجع كل واحد مكانه. اه وانت وصبرك. اسمي مدحت يا بابا، كل الناس بتشكر فيه. انت عندك حد تعبان وعايز تعالجه صح؟ اكيد يعني مش هجيبك عشان اتفرج عليك. والواحد ده موجود معانا هنا في البيت صح؟ ايه ده بجد؟ معقول؟ ده عرف لوحده. لا شابوه شابوه بجد شابوه. والواحد ده في الروح صح؟ ده ايه الراجل ده؟ اصبر يا بابا اصبر اصبر. صح يا مدحت صح، ده الروح. والحد ده تعبكم وقالب حياتكم. لا كده كتير بصراحة. اصبر يا بابا معلش. انا هضربه الراجل ده. هدي اعضائك يا عم الحاج.
عايز شوية ورق. ورق؟ اصبر اصبر، قوم هات الورق. عايز ولاعة. ولاعة؟ اصبر اصبر، قوم هات الولاعة. عندكم عيش؟ عشان نسيت العيش. عيش؟ اصبر اصبر، قوم هات. Opita kala fo ofi فرخة وديك بالعيش اغمس وديك ديك. لو قلت هات حتة تاني بالعصاية هوريك هوريك. سك 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 بالتفاح، اطلع بره يا سفاح. سك 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 بالليمون، اطلع بره يا مجنون. سك 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 بالاناناس، اطلع بره يا وسواس. وسك سك 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 بالتفاح، اطلع بره يا سفاح. سك 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 بالليمون، اطلع بره يا مجنون. سك 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 بالاناناس، اطلع بره يا وسواس. سك 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 سك. بس خلاص. او بي جي هالا بي قوبا كوتي كلي منها فوسكي مو ها هي كوتي لي ها ها بودو خوما ها ها هولي هولي هولي. شوية نخلي يا ابني. انتوا جايبين منين الراجل ده؟ انا جبت حاجة يا ابني، اخوك اللي جايبه. شوية مية واعمل لي كوباية شاي. لا كده كتير قوي يا بابا، انا هضربه الراجل ده. اصبر قوم هات. اقفل النور وانت جاي. وتانا جايبة فيلم ايه النهارده؟ فيلم؟ فرق. سؤال وجواب. خد يا زياد. نعم. في ناس بتقول فيديوهاتنا مش حلوه. وايه يعني؟ يعني انت مش زعلان؟ ازعل ليه؟ ده رايهم، كل واحد حر في رايه. طب اللي بيقول لك علمه حاجه مفيده بدل الهلس ده. طب ولما هو هلس بيتعب نفسه ليه وبيتفرج على الفيديو وكمان بيعلق؟ طب في ناس بتقول لي انت بتقلل نفسك قدام عيالك والمفروض ان انت تبقى قدوه ليهم. احب اقول للناس دي ان افتخر اللي ده بابا. الفيديوهات دي كلها تمثيل وده مش بيقلله من نظري. جدع زيت. انت فين بقى؟ مش في الفيلم. على كده بصوا يا جماعه، الكلام ده للجميل. المحتوى اللي انا بقدمه محتوى صعب شويه. ليه صعب؟ لان معايا اطفال ولازم يكون في حدود في الفيديو، وكمان في متابعين اطفال ومراهقين بيتابعونا وبيقلدوا اي حاجه، فببقى حريص في الكلام اللي انا بنقيه وبكتبه، وده اللي بيخلي الموضوع صعب بالنسبه لي وبيخلي الفيديو ناقص حاجه. يعني مثلا نخلي